الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع، مسبب الأسباب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وخالق خلقه من تراب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد معلم البشرية الخير والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم باسم الرب تبركة، واسم الرب أندى ما يزكيها، سلام الله يغشى داركم أبدا، سلام عطره دوما ينديها، ورحمة الله تغشى كل ذي أمل، بركات ربي تغشى من يواليها. هي تحية المحبة والسلام والسماحة عليكم جميعا حضورنا الكريم بمختلف مقاماتكم السامية، بمختلف ألقابكم وبمختلف وجودكم الذي يشكل هذا الألق اليوم، ونحن نضع أولى لمساتنا في منظومة محمد بن راشد فارس الاستدامة في عيون النخب السودانية. ترحب بكم منظومة محمد بن راشد بالتعاون مع النادي الاجتماعي السوداني بدبي في هذه، دعونا نسميها الندوة أو الملتقى الذي تمتزج فيه الأفكار بالأفكار والتجارب بالتجارب. ترسمون اليوم لوحة لروح الوطن العزيز السودان من هنا من دار زايد. يقول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله: البداية كانت من زايد، والجود أصله وبدايته من زايد، والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه زايد. فدعونا نستهل هذا الملتقى حضورنا الأنيق بالسلام الوطني الإماراتي. السلام الجمهوري السوداني.
شكرا جميلا جزيلا لكم حضورنا الأنيق. يأتي هذا الملتقى وهو يحمل في طياته الفكرة والإبداع والامتداد للتجربة الناجحة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتبلورت فكرة هذا الملتقى وهذه المنظومة وهذا اللقاء الذي سيكون له ألقه وله ما بعده من قبل الدكتور أبو بكر حسين، ودعوني أقول نفعنا الله بعلمه. دعونا قبل أن نخوض وندخل في غمار هذا الملتقى نستهل بدءاً، وحال لساننا يقول: اقرأ بفهمك يا مرتل آينا، وارقى لجنات صبحن عواني، من وصفها ألا عيون تطالها، وكذا العقول جواني. هذا جزاؤك إذ ترتل حينما فاضت لك الدنيا بلا كتمان. ومما يسعدنا جدا في هذا الملتقى أن يكون من بيننا هنا الشيخ خالد الشيخ عبد الرحيم البرعي، وأيضا الشيخ عبد الرحيم محمد الشيخ سليمان، والشيخ محمد بشير الشيخ عبد الرحيم البرعي. فنستمع لآي من الذكر الحكيم يقرأه علينا الشيخ عبد الرحيم الشيخ محمد الشيخ سليمان سبط الشيخ البرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. حضورنا الكريم في هذا الملتقى ومن منظومة محمد بن راشد للاستدامة، وهي تأتي برؤى وعيون النخب السودانية، هذه النخب التي كان لها ما كان من شرف اللمسات والوجود في رؤى وإبداع وابتكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لا شك أن الإبداع والفكرة لكيما تنمو يجب أن تهيئ لها البيئة، فكان سمو الشيخ خير مهيئ لذلك. دعونا نستمع وإياكم في كلمة ترحيبية يقدمها
السيد الأمين سليمان رئيس منظومة محمد بن راشد للاستدامة في عيون النخب السودانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة هذه الدولة الفتية برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حاكم إمارة دبي رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من أرض زايد الخير، من أرض السلام والتعايش السلمي، من أرض المحبة وأرض العطاء، أرض زايد من أرض أطيب شعب السودان، إلى أرض زايد الخير نتقدم إليكم بكل آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة العيد ذكرى استقلال السودان المجيد. نتقدم إليكم ضيوفنا الكرام والسادة بندوة دبي للعلوم والثقافة، ممثلة في شخص السيد بلال البدور رئيس ندوة دبي للعلوم والثقافة، الذي أتاح لنا هذه الفرصة للتحدث عن قامة من قامات هذا الزمان، ممثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. بدأت الفكرة حقيقة منذ سنوات بفندق السلام روتانا في مؤتمر صحافي برعاية وتشريف فخامة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات والسفارة الإماراتية بالخرطوم للتحدث عن فكرة وتجربة دبي وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أطر التنمية المستدامة بالسودان. نحن من أرض السودان نبادل الحب بالحب والوفاء بالوفاء من أجل تعزيز هذه التجربة في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الابتلاءات. نستصحب هذه التجربة الرائدة للاستفادة منها لتحقيق أطر التعايش السلمي في السودان، ولتحقيق السلام، ولتحقيق أطر التنمية المستدامة في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكافة مناحي الحياة. وكما تفضل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن هذه التجربة متاحة، ومن أرض السودان ومن شعب السودان دون إطراء ودون رياء، من القلب للقلب عبر هذه المنظومة التي تحدث فيها نخبة من السودانيين الذين أسهموا بوجودهم وبمعايشتهم لهذه التجربة الرائدة في دولة الإمارات، وإمكانية نقل المعرفة والتجارب الناجحة من كافة بقاع الأرض حتى نستفيد منها في أرضنا وفي سوداننا الحبيب. التحية لكم جميعا، نرحب بكل ضيوفنا الكرام، الأخ البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، الأخ علي عبد الكريم رئيس الجالية السودانية بدولة الإمارات ورئيس النادي السوداني لدبي، وكل الإخوة الأكارم، الدكتورة تغريد مركز السلام الدولي، كل الحضور الكريم، لكم التحية والتجلة والاحترام والتقدير. في هذه الرؤى كيفية الاستفادة من فكر وتجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تقديرنا المتواضع هي مدرسة أضافت للبشرية كل القيم
الجميلة وكل القيم التي تعزز التنمية المستدامة سواء كان في الإمارات أو في غير الإمارات. وتجربة الشيخ محمد بن راشد هي تجربة جديرة بالاهتمام وبالتوثيق، ونتطلع عبر هذه المنظومة إمكانية استثمار هذه التجربة في الخرطوم في إطار تبادل البحوث والتجارب والدراسات وتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مبادرة الحب بالحب والوفاء بالوفاء. المقام ليس للحديث، والمقام نسأل الله أن تتوج هذه الجهود بالتوفيق وبالسداد. ولا أطيل، شكرا لحضورنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر والتقدير للسيد رئيس منظومة محمد بن راشد فارس الاستدامة في عيون النخب السودانية السيد الأمين سليمان. حضورنا الكريم، يقول الشيخ محمد بن راشد: الأمم العاقلة هي التي تؤمن بالإنسان وبقيمته وبأفكاره وإبداعاته، وهذا ما جسده تماما الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. نستعرض وإياكم في المساحة القادمة فيديو بعنوان الشيخ زايد والاستدامة، وهو سيحكي عن نفسه. الفيديو من إعداد وفكرة الدكتور أبو بكر حسين. إلا الله، نطق الحق في أرض الحق، إماراتنا الحبيبة، إماراتنا الخضراء، أرض زايد، زايد الخير رحمه الله. كساها باللون الأخضر فأصبحت واحة خضراء وروضة غناء، تطوقها الأبسطة السندسية من كل حدب وصوب. وتزامناً مع الذكرى 15 ليوم البيئة الوطني، والذي أطلقه سموه رحمه الله قبل عقد ونصف من الزمن، ليؤكد بأن البيئة أمانة ورسالة، وعلى خطى زايد الخير أبحرت سفينة العطاء الأخضر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة متفردة ومتميزة في نشر الخضرة وتطويق المدن بالمساحات الجميلة الخضراء، فانتشرت حزم متميزة من المساحات الخضراء والتي زينت إماراتنا باللون الأخضر، لون البيئة والجمال. الحجر إذا طلع هذا يكون رزقه على الله فقط،
الرب سبحانه وتعالى ليعطيه الماء ليشرب ويكون هذا نصيبة من عند الخالق سبحانه وتعالى. فعلى كل حال أن الجو يتلطف بهذه الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم الشجر مثل ما يرحم البشر يرحم الشجر، لأن البشر بدون الشجر كيف يعيش؟ بدون أن تنبت الأرض البشر لا يعيش، لازم الأرض تنبت حتى البشر يعيش، حتى الحيوان يعيش. البشر يأخذ من الحيوان لحم، يأخذ من الحليب، يأخذ من الزبدة، فلو أن الشجر أن ما يصير في الأرض حشيش كيف يعيش الحيوان؟ ما يقدر يعيش. وبمناسبة احتفالنا اليوم بيوم البيئة الوطني 15 والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، يسر جمعية النهضة النسائية بدبي أن ترفع إلى مقام أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام ميثاق الشرف البيئي النسائي بالإمارات كأول ميثاق بيئي نسائي في العالم، ترسيخاً لمبادئ حب الأرض والخير والوطن. وينص الميثاق على 7 بنود. البند الأول: تثمين الجهود المخلصة التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمان البيئي وتوفير بيئة سليمة وآمنة. البند الثاني: الاهتمام والالتزام بكافة القوانين والأنظمة والتشريعات واللوائح والتي تحث على حماية البيئة من الهدر والمحافظة عليها. البند الثالث: غرس الثقافة البيئية في نفوس أبنائنا وبناتنا وتوجيههم نحو حماية البيئة وحث أفراد الأسرة بالمحافظة على كافة الإنجازات الخضراء والمنتجعات التي تطوقها الأشجار والزراعات. البند الرابع: تشجيع إقامة الحدائق المنزلية وتحويل الإمارات إلى منازل خضراء صديقة للبيئة. البند الخامس: نشر الثقافة الغذائية الآمنة حفاظاً على صحة الأسرة والطفل بتناول الأغذية السليمة والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية وتوخياً للحذر من تناول أغذية معالجة أو مهرمنة وتفادي وجود الألوان الصناعية في المواد الغذائية، إضافة إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية وتشجيع الطهي المنزلي والحد من الأغذية والوجبات السريعة. البند السادس: محاربة ملوثات البيئة وعلى رأسها التدخين والغازات الملوثة وانبعاث الأدخنة الفاسدة والتي تعتبر السبب الرئيسي في ثقب الأوزون. البند السابع: الانخراط بحماة البيئة من خلال الجمعيات التطوعية التي تعمل في مجال العمل الاجتماعي التطوعي والبيئي الخلاق. إنه ميثاق شرف بيئي نسائي، نتعهد فيه أن نتعاون تعاوناً كاملاً من أجل غد أكثر أمناً وأماناً بيئياً وغذائياً وصحياً لنا ولأجيالنا القادمة من خلال نشر الثقافة البيئية حباً وتقديراً وولاءً لأرضنا الطيبة وإماراتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة. يحمد للدكتور أبو بكر حسين، وهو من باب التوفيق الله تعالى بلا شك أن هذا أول فيديو يستعرض مسيرة الشيخ زايد فيما يتعلق بالتنمية البيئية المستدامة، فله التحية. قبيل أن ندلف إلى محوري أو محاوري
ندوتنا وملتقانا الذي لا أخشى شيئاً إذا ما صببت عليه مسمى ملتقى الأفكار الاقتصادية للبناء. قبيل ذلك دعوني أقدم الدكتورة عوضية أحمد يوسف، عضو النادي السوداني الاجتماعي بدبي وعضو منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية في مشاركة لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الأحباب، السادة والسيدات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأتجاوز بكم المألوف من عبارات الترحيب في مثل هذه اللقاءات، وأخاطب جمعكم الكريم مع المقامات المحفوظة والرتب المصونة والمنازل السامية. فاللقاء اليوم مختلف شكلاً ومضموناً، عمقاً وجمالاً، طعماً ومذاقاً. نلتقي ونحن نحمل عميق المودة للإمارات وأبنائها الذين يجزلون العطاء دون من أو أذى، ويخفضون لآبائهم جناح الذل من الرحمة، ولا يقولون إلا قولا كريما. فما أعظم ما يربط بيننا من قيم ثابتة وأصول راسخة وإخاء يبدو واضحا أينما اتجهت الأنظار. أبدأ ولسان حالي يردد: نفرح عشانك يا إمارات المحاسن والسعد، نهديك حب من غير تمن من غير عدد، ونكتب رسالة من البلد مضمون شوق ما له حد، من موطن النيل الأصيل لدولة الزمن الجميل الباقية للإنسان سند، يحميك رب العزة دوم من كل قاصد أو حسد. أرجو ألا تملوا كلماتي هذه، فإنها والله مكتوبة بدم القلب حبراً يسيل على ورق. وإليكم الكلمة. هذه القصيدة مهداة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. قف أيها التاريخ عندي ها هنا، ليسجل الحدث العظيم بناني. هذه الإمارات الحبيبة قد زهت بين الأنام جلية العنوان، لبست ثياب العز والفخر الذي شرفت به عن سائر الأوطان، وتصدرت في العالمين مكانة بجنانها ذات القطوف الداني. ماذا أقول وقد سباني حبها حتى غدت أجزاء من وجداني. كف العطاء تدفقت أرجاؤها وتفجرت لسعادة الإنسان، عملت لتنقذ من ظلام الجهل أرواحا كساها عالم النسيان، عاشت مع الإنسان في حاجاته ومشت إليه عبر كل مكان، بقيادة مسؤولة عن كل ما من شأنه إعلاء ذات الشان. صور الوفاء تجاوزت وصفي أنا، بل أعجزت كلمات كل بياني. كل العيون قريرة بدياركم، وكذا القلوب سعيدة الخفقان. يا شيخنا، يا سيدا من سادة عرفوا بسيماهم على الأقران، أنت المسابق للفضائل كلها، هذا لعمري غاية الإحسان. في سيرة محمودة وعظيمة سارت بها الركبان في البلدان،
يا قائدا صاغ اللآلئ ناظما عقد الفرائد في سمو معاني، يا شاعرا قد خاطبت كلماتكم كل العقول وذاك فضل ثاني، يا بحر در قد تعاظم دره وبدت بشائر فيضه الريان، يا منبع الخير العميم وواصلا حبل المودة في مدى الأزمان، أرسيت نهج ثوابت مرموقة هي في القياس ثقيلة الميزان، حولتم جدب البلاد مرابعا تنبي بذلك نظرة البستان، ونصرتم أبناء العروبة دائما بالمكرمات وبالفؤاد الحاني، كرمت رمزا في المحافل بارزا ومميزا في قمة الفرسان، في شيخنا تجد السماحة معلما وكذا الوقار بزيه الفتان، هو أمة وتجمعت في كفه همم الرجال فكان رمز تفاني، ابن الذين تفردوا بين الورى وغدوا فوارس غرة الميدان، ابن الأماجد من رجال أسسوا صرحا عظيما شامخ البنيان، حاولت نظم الشعر في أوصافكم فوقفت منه مواقف الحيران، سطرت في عمق الفؤاد قصائدي وحملت حبا ملؤه أجفاني لتراب هذه الأرض وهي عزيزة بل في الحقيقة جنة الرضوان، مهما كتبت وطفت بين معاجمي لا أستطيع وليس في إمكاني أن أحصر البحر العظيم بأحرف أو أن تطال مقامكم أوزاني، يا سيدي عذرا فقدرك واسع لا تحتويه دقائق وثواني، حييت من كل القلوب تحية ممزوجة بالشكر والعرفان، لكم المحبة سلسبيل بحرها منها هنا والأخرى من سوداني، أهلي الذين إذا أحبوا أخلصوا وتمسكوا بمحبة الخلان، وإذا تنادوا للمكارم أسرعوا وتدافعوا قاصيهم والداني، يرعاكم رب الأنام مباركا ويحيطكم بالروح والريحان، ونكرر الشكر الجزيل لربنا باري البرية منزل القرآن، كي يحفظ الرحمن دولة زايد ويصونها في رفعة وأمان، وليبقى راشد في القلوب مكانه متدثرا بسحائب الغفران، خير الختام صلاتنا وسلامنا للهاشمي المرسل العدناني والآل والصحب الكرام جميعهم والمهتدين بمنهج المنان، وأخص بالذكر الجميل أخا لنا وهو المثبت في المسير خطانا، أحببنا فيه الفضل والكرم الذي عرفت به كل الدنا آبانا، هو ذا أبو بكر يظل مبادرا للخير يسعى طائعا جذلانا، يا من نقلت إلى المعالي مجدنا حتى بدا للعالمين عيانا، وشرعت بابك مقبلا مستقبلا في كل طارئة تلبي ندانا، شكرا لوقفتك العظيمة بيننا ما أجمل اللحظات في دنيانا، سعداء نحن بجلسة في الملتقى جمعت نجوما في سماء الدانا، وهناك بدر غاب عن ساحاتنا قلب كبير بالحنان حوانا، أعني سوارا سوار الذهب عليه رحمة الله لأنه كان راعيا لهذه المبادرة رحمه الله، أعني سوارا حسبكم يا إخوتي نعم بها رب العباد حبانا، في بسمة تحلو الحياة لصفوها أمر الشدائد عنده قد هانا،
متعمق في صمته وحديثه يمحو الشجون ويذهب الأحزان. بشراك بالفردوس أعلى مكانة بسمو قدر جاوز الإمكان. يمضي بنا عمر الزمان مسارعا، يا ليته يحنو كما أكان. عند الكريم ودائع مكنوزة هي لا تضيع ولا يخيب رجانا. صلى عليك الله يا نور الهدى، يا من تبارك تبارك في الجنان لقانا. فاشمل أحبتنا وبارك جمعنا، وتولى من في الله قد آخانا. واكرم جميع السامعين بنفحة نلقى بها يوم اللقاء بشرانا. شكرا لكم. الشكر كل الشكر للدكتورة عوضية على هذا المداد. والشعر عندما يقال فإنه يجذب النفوس جذبا، فلها الشكر والتقدير. هذه الأمسية وهذا الملتقى هو ليس وليد بادرة كانت قبل ليلة، بل هو امتداد لعمل بدأ منذ 19 من ديسمبر في العام 2013 هناك عند مقرن النيلين. واليوم يمتد المداد وتمتد الإرادة للبناء والإعمار بتبادل الأفكار المستدامة في عيون النخب السودانية. هذه النخب التي كانت هي بمثابة بعض المعاول التي بنت وشيدت وعمرت، وما كما قلت سابقا فإن البيئة التي تهيأ للأفكار هي بقدر أهمية الأفكار، وهذا ما كان عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. في هذه المساحة القادمة نستعرض حضورنا الكريم فيديو للنخب السودانية. وعندما نقول النخب السودانية فإننا نرمي إلى كل المجالات بكل مقاماتها واختلافاتها، امتداداً من العلوم إلى الثقافة إلى الرياضة إلى الزراعة إلى البيئة إلى كل مجالات الحياة التي من شأنها أن تجعل الإنسان إنسان. نستعرض هذا الفيديو حضورنا الكريم للنخب السودانية ورؤاهم وعيونهم. الرجال هي اللي تصنع المصانع، الرجال هي اللي تصنع سعادته، الرجال هي اللي تصنع حياته، الرجال اللي هي تصنع حاضرها ومستقبلها لا المصانع. إن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات لم تكن وليدة ظروف طارئة أو استثنائية، بل هي تتويج لجهود مضنية وثمرة لاستراتيجية التطوير المتكاملة التي صاغها وتابع مراحلها بعناية ودقة مؤسس هذا البلد والدنا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، حديث عن قمة من قمم هذا الزمان، جمع بين القدرة على تحديد وتصويب الاتجاه المستقبلي للأمام، وهي أحد سمات القائد، شحذ الهمم وأخذ الآخرين معه اتباعا له قناعة وحبا ليس خوفا وطمعا كما هو الحال في كثير من الأحيان. Thank you.
هذا الرجل القائد العربي الدولي نهل من مدرسة زايد الخير رحمه الله، هذه المدرسة التي أسهمت فكرا وعمقا في بناء هذه الدولة على وجه العموم وإمارة دبي بصفة خاصة. أهم ما في الموضوع أنه كيف تستطيع الرؤية والقيادة والاستراتيجية خلق المعجزات بغض النظر عن حجم الإمكانيات الموجودة، وده كان حقيقة دور الهوب يفخر به أي عربي مسلم، هو دور الشيخ محمد اسمه الشيخ محمد بن راشد في صنع هذه المعجزة. دبي قد تميزت ليست لوجود المقومات لديها، ولكن لأن لديها محمد بن راشد. الإرادة تصنع المستحيلات وتتجاوز في أدائها كل مرتقب ومستحيل. أول حكومة في العالم تطبق الجودة والتميز المؤسسي في كافة إداراتها الحكومية. عظمة دبي في كيف تخلق مدينة يكرم فيها الإنسان، يكون فيها حياة كريمة للإنسان، يكرم فيها العلم، يكرم فيها العلماء، الإنسان يعيش بمستوى محترم، يحترم عمله، في سيستم ونظام لكل شيء. كيف تصنع القيادة صاحبة الرؤية صاحبة الاستراتيجية؟ كيف تصنع ما لم يعني المستحيل؟ نقول أبا أعرف الناس بعض الحين يقول لك هب لنا مستحيل من رابع المستحيلات. الحين عرفنا مستحيل ولا آمنا فيه، فكيف من رابع المستحيلات؟ كان لأثر توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ محمد، يعني إيمانه في جلساته الحوارية مع القادة في كافة المستويات وقيادات المتقدمة والقيادات الوسطى والصغار الموظفين ومع الكافة، كان دائما يعلم الشباب ويعلم القيادات بأن لا مستحيل مع الإرادة. كان دائما يعني يوجههم بأن لا تترددوا في التغيير. تحولت الحكومة من إلكترونية إلى حكومات ذكية، وكما قال هو ممسكا بهاتفه نقال ينبغي أن تأتي الخدمات للمواطنين في هواتفهم ولا يذهبون إليها، وهي دعوة للجميع أن يبحثوا ويتفاكروا في الوصول إلى هذه المستويات المتقدمة جدا من الأداء والأداء المتميز فعلا، لأن المؤسسات المتميزة أساسها إنسان متميز. كل الخدمات تكون على التليفون، كل خدمات الحكومة، وأرجو منكم أن يكون هذا يعني أنا بعطي مثل الدوائر المحلية والاتحادية، أنا أريد الصف الأول الصف الثالث يكون الأول، وأريد الصف الأول يكون متميز. القائد قريبا من الناس كما هو سهل الوصول إليه من خلال مواقعه الإلكترونية في تويتر في فيسبوك في موقعه الخاص به، يتواصل ويستمتع بالسماع إلى اقتراحات الناس.
مؤخرا جدا حتى على مستوى الاتحادي كرئيس وزراء أتى بكافة الوزراء ودعاهم لتطوير خدمات حكومية في الصحة والتعليم، لأن صحة الناس كما يتحدث في الجرائد يوميا هي أهم من كل شيء. ودور المؤسسة ودي كلها لغة جديدة نستمع إليها، أن تكون دور الحكومة ليس إرضاء الناس فقط كما يدعي الكثيرين ولا يفعلون، إنما إسعاد المواطنين. هي لا الله يسلمك، جايين طالع شو تحتاجون وشو الأمطار خربت عليكم؟ لا لا الحمد لله حد حد لا إن شاء الله. محمد بن راشد مكتوم مكتوم حالك حالك الله بخير. خير الله فيك يا مرحبا سا يا مرحبا بن راشد. بنقرب هنا لا هنا ما يصير حوت وها شو تأمرنا أنت؟ والله شو اللي قاصرنا؟ والله ما قاصر يا الحمد لله طال عمرك. مقولة للشيخ محمد وقال أولا لابد أن تكون دبي ملاذ ومكان يجذب كل العقول العربية المهاجرة، إنجازات ضخمة وعملاقة جدا في عدد وجيز جدا من السنوات. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بما يحمله من رؤى وأفكار واستراتيجيات وخطط أنزلها على أرض الواقع ونفذها حتى أصبحت يراها الغاصي والداني سمو الشيخ محمد بن راشد القائد الفذ الذي لو وجد 5 قادة في العالم يحملون أفكاره ورؤاه لحلت جميع مشاكل العالم. دبي مرتفع رياضية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد، لأن هذه الرعاية وهذه الأبوة وهذا الإشراف المباشر هو الذي أوصل دبي واسم دبي إلى مصاف الأسماء العالمية دائما إلى الأمام وإلى تخطي الجميع والرقم الأول. نجد أن مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت وكافة الفعاليات الإعلامية في إمارة دبي من إعلام مرئي وإعلام مقروء وإعلام مسموع وإعلام تقني تتصدر صدارات العالم في الانطلاقة والثورة الإعلامية والثورة المعلوماتية. بابا محمد كيف سويت برج خليفة وايد حلو؟ أطول بناء عمر الإنسان. بدأت فكرة المعارض في دبي والمهرجانات من انطلاق مهرجان دبي للتسوق من العام 1996. التميز في مجال تقديم الخدمات والتميز في تقديم الخدمة الاقتصادية هو أحد الأهداف التي تسعى إليها أي دولة تريد الريادة وتريد التقدم. العالم كله بغض النظر عن المتواجدون على أرض الدولة أو غيرهم يتفقون معنا على أن صفات هذا الرجل قلما تجتمع في شخصية وقلما يجود بها الزمان. أن دبي قد تميزت ليست لأن لديها المقومات، ولكن دبي لديها محمد بن راشد. تجربة صاحب السمو الشيخ محمد تجربة استباقية في كل شيء. لماذا تميز الشيخ محمد بن راشد؟ ولماذا تميزت دبي؟ وكيف نجح في تحقيق كل آماله وأحلامه؟ ذلك لأنه يحمل من الإيمان بوطنه
والإخلاص لوطنه والرؤى الواضحة التي نفذها على أرض الواقع. كيف يستفيد الآخرون من ذلك؟ الآخرون يستفيدوا من ذلك إذا تم دراسة هذا، بل أنشئ معهد متخصص لتدريس هذه الأفكار وهذه الرؤى ليستفيد منها الآخرون. ولا أشك أبدا في أن سمو الشيخ محمد بن راشد إذا علم بذلك لن يتوانى في دعمه وتأييده، بل غد يتبناه، لأن هذا إرث للبشرية. الشيخ محمد بن راشد فكر وتجربة استباقية لا بد لنا أن نتمعنها بالدراسة وبالتمحيص، ولذلك قمنا في مركز سودي مارت الدولي للخدمات بتبني هذا المشروع محمد بن راشد فارس الاستدامة في عيون النخب السودانية، إيمانا منا وقناعة راسخة بهذه الأفكار النيرة، حتى يمكن الاستفادة من هذا الفكر النير وتطبيقه في السودان وفي الدول الأفريقية. الحضور الكريم، كان هذا الفيديو هو نموذجاً لبعض النخب السودانية التي أسهمت في بناء هذه البلاد، والتي ترى أن هذه الأفكار التي نزل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جدير بها أن تصدر، وهذا ما حملته أفكار الدكتور أبو بكر حسين في ملتقانا هذا. دعوني في هذه المساحة ونحن نتهيأ لتقديم الدكتور أبو بكر حسين لتقديم رؤيته وفكرته بشكل يعرفه هو، دعونا نستعرض هذه السيرة الذاتية المشرفة للدكتور أبو بكر محمد حسين مستشار جائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بدبي وخبير الإعلام البيئي بالإمارات والوطن العربي والأمين العام لجائزة الشخصية الإنسانية العالمية. درجة الدكتوراه بجامعة الخرطوم بعنوان الاستراتيجية الصحفية خدمة للبيئة والتنمية المستدامة، الدراسات العليا معهد الدراسات البيئية، درجة الماجستير من جامعة الجزيرة بالسودان كلية الإعلام والاتصال بعنوان الإعلام البيئي من منظور إسلامي، شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب. قام بإعداد ومتابعة الدراسات الاستراتيجية والاستشارات والخطط للمشروعات الإعلامية وكافة مهام الإشراف على منهجيات التحرير الصحفي وتحديث وتطوير الأداء بصفة مستمرة، إعداد وتنفيذ الدورات الإعلامية في المجال المقروء والمرئي والمسموع، وضع مقترحات لبرامج إذاعية وتلفزيونية تتناغم مع إيقاع الألفية الجديدة، ووضع آليات جديدة بين المؤسسات وكافة الدوائر والهيئات والوزارات الحكومية والمنظمات والجمعيات التطوعية والمجتمع المحلي بهدف تكاملية الرسالة واستخدام وسائل الإعلام لذلك. شغل المستشار الإعلامي لجائزة
سمو الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة والمستشارة الإعلامية لجمعية النهضة النسائية بدبي والخبير الإعلامي لمنظمة الأسرة العربية بالشارقة والأمين العام لجائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية بمركز راشد للعلاج ورعاية المعاقين ومؤسس ومدير عام الهناء للاستشارات الإعلامية بالشارقة وهي مؤسسة خاصة تقوم بوضع الاستراتيجيات والخطط وبرامج الإعلامية. أما مناصبه السابقة فهو مدير تحرير مجلة البلديات بالأمانة العامة للبلديات والمستشار الإعلامي لمركز الإبداع الحديث بدبي والمستشار الإعلامي لمركز راشد للعلاج ورعاية المعاقين والمسؤول الإعلامي لجمعية إحياء التراث الشعبي بأبو ظبي. له عدد من الإصدارات والكتب والمؤلفات: كتاب زايد عهد ووعد جائزة الشيخ لطيفة، وكتاب محمد بن راشد فارس العرب جائزة الشيخ لطيفة، كتاب همسة في أذن الأمهات مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة، كتاب في بيتنا طفل الاتحاد النسائي العام للدولة، كتاب الزواج الناجح مركز النهضة للاستشارات والتدريب، كتاب دبي الحقيقة جائزة الشيخة لطيفة، كتاب المرأة والاتحاد جمعية النهضة النسائية بدبي، كتاب الطفولة في الإمارات جائزة الشيخة لطيفة، كتاب السواعد الخضراء مركز راشد، كتاب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحصاد البر مركز راشد، كتاب إماراتنا الحبيبة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مركز المشاعر الإنسانية بدبي، كتاب هند بنت مكتوم بصمة إنسانية جائزة الشيخة لطيفة، كتاب رسالة من ذوي الاحتياجات الخاصة مركز راشد. له تحت الطبع ثقافة التطور من جمعية النهضة النسائية بدبي الإعلام البيئي من منظور إسلامي، مؤسسة الهناء للاستشارات الإعلامية، الإعلام والأسرة وتأثيرات العولمة، منظمة الأسرة العربية، خليفة بن زايد فارس التنمية المستدامة، فارس جلفار، أم الإمارات السواعد الخضراء، ملك القلوب الإنسانية، عضو جمعية الصحفيين بالإمارات وعضو نادي دبي للصحافة. كما من الإضاءات تأكيداً وترسيخاً وتعزيزاً لرسالة التطور، فقد قمت بإعداد استراتيجية إعلامية متكاملة لأسرة جائزة التطوع بإمارة الشارقة تتضمن جوانباً للإعلام المقروء والمرئي والمسموع خدمة لرسالة الجائزة وثقافة التطور، إعداد دراسات قيمة ومنها دراسة لإنشاء قناة تلفزيونية جديدة بإمارة دبي والدراسة بحوزة أصحاب المؤسسة الوليدة، إعداد العديد من الدراسات في مجال الدورات والندوات الإعلامية وخاصة في موضوعات جادة وهامة ومنها على سبيل المثال الكوارث والإعلام التدخل المبكر، طرح فكرة مجلة المنال على أسرة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونجحت الفكرة على أرض الواقع وكانت أول مجلة تصدر خاصة لذوي الاحتياجات في الوطن العربي، قام بمراجعة العديد من الدراسات والبرامج والمشروعات الإعلامية الخاصة ببعض الأفراد والمؤسسات الخاصة وغيرها إلى جانب مراجعة أطروحات الماجستير والدكتوراه والدراسات الجامعية، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات على مستوى الدولة والوطن العربي بمعدل أكثر من 25 مؤتمر وندوة وملتقى آخرها الأسرة في زمن العولمة بمدينة طرابلس بليبيا، وبورقة عمل بعنوان دور الإعلام في حماية الأسرة في زمن العولمة أبريل 2010، والذي أقيم برعاية كريمة من سعادة الدكتورة عائشة معمر القذافي رئيسة الجمعية والتصميم الاجتماعية بالجماهيرية الليبية.
هذه بعض المؤتمرات والندوات التي شارك بها مؤتمر الأطفال والشباب في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤتمر الطفولة الخليجي الأول في 2006، ندوة الحوكمة الإلكترونية الواقع والتحديات 2003 بمسقط عمان، ندوة دور القطاع الخاص في تنمية المدن العربية بدمشق سوريا في 2000، ومؤتمر الأطفال والمدينة نظمته أمانة عمال الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط في شمال إفريقيا بالمملكة الأردنية، ندوة قياس الأداء الحكومي 2001، وندوة إدارة النفايات الصلبة أيضا. هي سيرة فخمة بلا شك، حضورنا الأنيق. هذه بعض اللقاءات التي جمعت الدكتور أبو بكر حسين مع بعض الملوك والأمراء والرؤساء والعلماء. هي سيرة مشرفة، ما دعانا لاستعراضها أننا الآن سنقدمه بكل شرف، وهو يحمل هذه الفكرة، فكرة منظومة محمد بن راشد للاستدامة في عيون النخب السودانية. فليتفضل مشكورا الدكتور أبو بكر حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، أصحاب السعادة والمعالي، الإخوة الأخوات الأفاضل، حضورنا الكريم، أسرة ندوة دبي للثقافة والعلوم، أسرة السفارة السودانية القنصلية السودانية، ممثلي الأجهزة الإعلامية المحلية والعربية، الأخوات الفاضلات، الإخوة الأعزاء، إخواني وأخواتي أعضاء منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية، حضورنا الكريم، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير. كم كانت سعادتي في هذه الأمسية والتي اقترنت بها وقفات عديدة وإشراقات جميلة، بدءا من 2/2/2020، مرورا بإخوة وأخوات أتوا من مناطق وإمارات بعيدة مشاركين في هذا الحدث الذي اكتسب أهميته باقترانه بفارس من فرسان العالم العربي، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. ومما ميز هذه الليلة المباركة العديد من الاتصالات والتواصل من الإخوة والأخوات، مباركين وداعمين ومساندين لنا. حقيقة ابني الأخ عمر أطال شوية في السيرة الذاتية، فأنا أستميحكم عذرا وأعتذر. فمهما سما وارتقى أبو بكر فهو خادم الإنسانية، وهو إنسان بسيط جدا، لا تغركم هذه السيرة، مهما سما الإنسان وارتقى فهو إنسان بسيط. فأنا بعتذر يعني لإطالة استعراض السيرة الذاتية. الإخوة الأخوات الأعزاء، حقيقة منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية هي قصة حب
بين المكان والزمان، هي قصة حب بين قلوب آمنت بربها وآمنت بفكرها وآمنت بأن الإنسان كرمه الله دائما وأبدا في كافة الكتب السماوية. وليكن دائما شعارنا جميعا هالة من نور تحلق في فضاءات إبداعاتنا الإنسانية، فليكن دائما شعارنا هالة من نور تحلق في فضاءات إبداعنا الإنسانية خدمة للإنسان. منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية دائما يقول فكرة أبو بكر، وأصدقكم القول فكرتنا جميعا، ولا يقترن اسم أبو بكر بهذا الحدث، لأنني على قناعة كاملة لا ينجح الإنسان بمفرده ولا ينجح الإنسان أحادي، ولا بد أن ينجح الإنسان من بوابات، واحتصموا بحبل الله جميعا. منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية عندما قررنا أن نقيم هذه الندوة التنشيطية مرت بخيالي ثلاثة محطات: هل تكون ندوة بمنظومنا الأكاديمي من خلال تدريسي في الجامعات، أم تكون ندوة كهيئة مؤتمر أو ملتقى وأطبق فيها الأسس الخاصة بذلك، أم يكون حديث من القلب إلى القلب؟ فكان اختياري للثالثة حتى تصفى قلوبنا، وحتى يكون حديثنا من دون لابتوب ومن دون تقنيات حديثة، حديث من القلب إلى القلب. أسرت أن يكون حديثي من القلب إلى القلب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أختصر في هذه المحاضرة، لأنه كان البرنامج حقيقة سري وطويل، وأنا أقدر الذين أتوا من مسافات بعيدة ملبيين هذه الدعوة الكريمة. منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية عبارة عن مجموعة من أخواننا السودانيين كانوا شاهدي عصر على تجربة دولة الإمارات ودبي في فضاءات العمل الإنساني والتنموي. شاهدنا تجربة دبي وهي في كل يوم تشرق شمسها بجديد في جديد، وفي كل يوم ترتقي وتسمو. أفلا يحق لنا أن نستثمر هذه التجربة لبلادنا التي تتوجع من أجل النماء والتطور؟ ألا يحق لنا أن نستفيد من هذه التجربة والتي نراها بأعيننا ونتعاطاها يوما بعد يوم؟ ألا يحق لنا ذلك؟ منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية هي منظومة مجموعة من الإخوة والأخوات تابعت واقتنعت بتجربة دبي في مجال التنمية والاستدامة باختصار شديد. وهنا كلمة النخب لا نفسرها بالتفسير الدارج أو التفسير المتعارف عليه، نقصد بالنخب كل من اقتنع بتجربة دبي وآمن بها، وكل من اصطحب هذه التجربة نماء وازدهارا في السودان، وكل من دعا لهذه الأرض بالأمن والأمان. هؤلاء هم النخب. كثير من الأخوة والأخوات يسألوني: هل يا جماعة النخب دول هنا الاستشاريين، هنا الدكاترة، هنا البروفيسورية، هنا الجامعيين، هم المتعلمين؟ لا، هم صح، ولكن بجانب ذلك نرجع نقول الشرط الأساسي لهذه المجموعة لكي تدخل في هذه المنظومة أن تكون مؤمنة ومقتنعة بأن دبي اتبنت بسواعد رجال، لا اتبنت بإمكانيات، اتبنت بسواعد رجال، واتبنت بوفاء إنساني لإنسان هذه الأرض. لم تبنى، ما هو هناك دولا كثيرة قنية بالبترول لا داعي أن نقول من هي، وقنية بثرواتها باطن الأرض وظاهر الأرض، ويتوجع أطفالها بحثا عن الحليب،
ودبي ترقص في الأغصان وفي الأشجار وفي الإصحاح البيئي وفي التطور وفي كل شيء، لأن لها رجال. يبقى هنا المقارنة الصحيحة والدقيقة بمن خدم الإنسان وبمن احترم الإنسان. دبي في كل يوم يشرق شمسها يحمل الجديد، ولذلك النخب هم من آمن بهذه التجربة، وهم من اصطحب التجربة للإصحاح التنموي في السودان. إذا انطبق هذا الشرط في أي إنسان صار فارسا من فرسان النخب. الهدف من منظومة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية التعمق في تجربة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي أصبحت مرجعية مش عربية فقط، أصبحت مرجعية عالمية. ليس هناك فشل في دبي، طموح بلا سقف، الكل يركض إلى المركز الأول، الكل يسابق السحاب، الكل ناجح. وهذا هو يعني سمان تجربة دولة الإمارات ودبي. ولذلك الهدف من هذه المنظومة استثمار هذه التجربة السرية في منظومة العمل الإنساني، بعيدا كل البعد عن التعصب، عن التطرف، عن الانتماءات السياسية، عن الانتماءات البغيضة التي لا تزيد الجرح إلا جرحا. دبي عيون لا تنام، دبي رجال أدوا الأمانة وأدوا الرسالة بثقة واقتدار، ومهما قالوا في الناس ومهما تكلموا بتعصبي، أنا لست بالمتعصب، أو بتحيزي، لست بالمتحيز. أقول لكم بصراحة، قد يسأل سؤال أو قد يسأل منكم نفرا، ما هي إمكانياتك يا أبو بكر في أنك تتبنى هذا الطرح أو تطرح هذا الطرح؟ أولا، جلوسي في إمارة دبي أكثر من عقدين من الزمن شاهد على عصر التطور. قمت بتأليف 3 كتب عن تجربة دبي، الأول محمد بن راشد فارس العرب، والثاني دبي الحقيقة، والثالث دبي قصة نجاح بلا منتهى. تعمقت في هذه الكتب. هذا رقم إيش؟ رقم 1. رقم 2، أكثر من عقدين من الزمن 3 كتب أرهقتني تأليفا وبحثا وعلما. الثالثة وهي القوية، في شهادة الماجستير كان عنوان رسالتي الإعلام البيئي من منظور إسلامي بين قوسين الإمارات أنموذجا. كسيستم أكاديمي صاحب الماجستير لازم يتعرض إلى تجربة. طيب، حطيت الإمارات أنموذجا، وصرت أبحث عن كيف حققت الإمارات التنمية المستدامة والإصحاح البيئي. في تجربة الدكتوراه كانت الدراسة بعنوان الاستراتيجية الصحفية خدمة للبيئة الإمارات أنموذجا، وبرضو صرت أبحث عن هذا الجانب. الثلاثة جوانب دول تعمقت في تماما وجليا في أن هذه التجربة والله العظيم وراها رجال، وراها فرسان، وراها بشر آمن بأن الإنسان هو المكرم على كافة المخلوقات. فإذا كانت هذه الأشياء 3، ألا تؤهلني أن أقول فلنستفيد من تجربة دبي؟ أكثر من عقدين من الزمن، 3 كتب تأليف، وما هو مش تأليف بسيط يعني. أنا بطلع على مراجع، بطلع على إحصائيات في الدراسة الجامعية، الماجستير، الدكتوراه. دول 3 أشياء أهلوني أن أتكلم عن دبي. أنا لا أتكلم عن دبي غزلا، ولا أتكلم عن دبي نفاقا، ولا، لكن أتكلم عن دبي علميا. هناك أشياء كثيرة جدا. والله العظيم أنا بحكي معكم بصدق وبتجرد، هذه المنظومة نبعت من قلوب آمنت بهذه التجربة واصطحبت هذه التجربة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مدينة دبي للإعلام تجربة، كنت أنا أحد، بلاش نقول مؤسسين، قولوا معي متابعين، أنا رجل إعلامي، بدأت صحفي، ولا شنو يا أبو أحمد؟
انا مش كنت صحفي في الامانه العامه بالبلديات ولا كلامه صح. ابو علاء ده يا جماعه رجل يعني كان زميلي, هو كان مندوب للخليج, وانا كنت صحفي يعني بسيط جدا في الامانه العامه للبلديات. بدأنا بسيطين يا جماعه ونحن بسيطين. فهذه التجربه انا بحكيها كثير, مدينه دبي للاعلام وفي انفسكم افلا تبصرون. انا كنت متابع هذه التجربه, بس يعتبروني متابع هذه التجربه وعجبت بهذه التجربه. دبي عملت مدينه للاعلام, استقطبت القنوات الفضائيه, المؤسسات الاذاعيه, المؤسسات الصحفيه. خمرت التجربه في راسي ودورتها وفكرتها وعملت تجربه اسمها مدينه السلام للاعلام بالسودان, وقدمت هذه الدراسة قبل فترة من الزمن, ولا داعي أن أشرح لكم تجربتي فيها, ولكن أبشركم بأن هذه التجربة رأت النور قبل فترة وجيزة بموافقة مبدئية, مصطحبا معي تجربة دبي, والشطارة في أنك تستخلص الفكرة وتعيشها وتنفذها لخدمة الآخرين. مدينة دبي للإعلام كانت هي الـ 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 الوقود, أو كانت هي التجربة التي أنا استندت عليها. ألا يحق لنا أن نقول أن محمد بن راشد في عيون النخبة السودانية؟ ما أنا سوداني. ثانيا, هناك تجارب عديدة, أنا بتكلم عن نفسي وأقول لكم صراحة وبتواضع شديد, أنا استفدت كثير جدا من تجربة دبي, كثير جدا, وفي أشياء كثيرة جدا من تجربة دبي ومن تجربة الإمارات قاطبا. فدبي هي قلب الإمارات, وعندما نقول دبي نقول الإمارات, وعندما نقول الإمارات نقول دبي. ليس هناك فرق بين دبي والإمارات, ولكن تظل دبي هي القلب النابض. 2016, والله على ما أقوله شهيد, كنت أدرس في جامعة الجزيرة, وفي شهر رمضان وبعد شهر رمضان صايمين الستة من شوال, ولا تحسبوها نوعا من النفاق استغفر الله, بس عايز أقول لكم شيء, كل شيء فيه تطور. نحن في المغرب بيكون في بريك, صلينا أذان المغرب رحنا المسجد, أنا بصراحة همي صايم, وين الموية وين التمر وين الحليب, والله دخلت المسجد وجدت التمر وجدت الماء وجدت الحليب, دعوت لدبي. هذا الكلام ما حصل من فراغ. تجي تشوف الجانب الديني مقطع, الطرق مقطعة, يعني تطور في كثير من المناحي. ولذلك نشأت النخب بهدف استثمار تجربة دبي للاستدامة في السودان, وبفضل من الله وبجهد كبير جدا جدا يعني مع الأخ اللمين سليمان, والذي لم يقصر معي, ذهبنا إلى الخرطوم ودشنا المنظومة في 2013, ونقف مترحمين على روح القائد الحاضر فينا المشير عبد الرحمن سوار الدهب رحمه الله, والذي عندما دخلنا له قال بالحرف الواحد: أبشروا من أتانا بفكر محمد بن راشد نرحب به. وأثنى على هذه التجربة, وفي نفس اليوم ثاني يوم عملنا مؤتمر صحفي وأعلننا التجربة في 19/12/2013 إذا ما خانتني الذاكرة. أتى المشير عبد الرحمن سوار الذهب طيب الله سراه فارسا, وعندما نقول عبد الرحمن سوار الذهب رحمه الله نعي تماما الإخلاص والزهد والأدب والأخلاق وحب التراب. تكلم عن دبي كلام صراحة يعني نحن نفسنا أبناء دبي والعايشين في دبي أسهلنا, ودشنا المنظومة وأعلنا المنظومة في ذلك التاريخ رحمه الله, واصطحبنا معنا العديد من العلماء ومن المفكرين والذين أبلوا بلاء حسنا. ابقى المنظومة, منظومة محمد بن راشد في عيون النخب, لم تكن فكر أبو بكر, أبو بكر كان واحد من المجموعة. أنا أحب دائما المجموعة وأحب أن ننجح جميعا, واحد ما بينجح. لو أنا كنت عملت المنظومة هل أنا حنجح؟ وجودكم ما أنتم معي دليل على أنه أبو بكر لم ينجح. نحن مجموعة, نحن مش أفراد.
ونجحنا ودشنا المنظومة ونجحت المنظومة ونحن جينا. وطبعا الإخوة اللي تحدثوا كأعضاء من مختلف التخصصات أبلوا بلاء حسنا في فضاءات العلم والمعرفة، وكل من فتحناه في هذه المنظومة هلل وكبر ووافق. فالمنظومة هي حق لكل سوداني محب ومقتنع، خطين تحت مقتنع بتجربة دبي، ومحب للسودان ولعمل السودان وداعيا للإمارات. أنا تحدثت عن تجربة مدينة دبي، وتحدثت على أنه أنا أعوذ بالله من كلمة أنا بتكلم عن تخصصي، عملت دراسة قيمة أخذنا عليها موافقة مبدئية، استعنت بالله وبتجربة دبي. يبقى هذا نقل أفكار، ونحن في أمس الحاجة لنقل الأفكار. إذا كان الفكر من عربي من مسلم من سائل، فلماذا لا نستفيد منه؟ لا نستفيد، وهو صاحب القلب الكبير الذي يقول دائما تجربتي متاحة للجميع. محمد بن راشد في عيون النخب السودانية أتمنى أن تكون بلسم شافي لأوجاعنا في السودان، ونتمنى أن نستفيد من هذه المنظومة استفادة كاملة. أنا ما عايز أطيل، وطبعا هي فاتحة الأعمال اليوم، وأنا أدرك هناك من أتى لنا من مسافات بعيدة، وطبعا في فرصة للحوار إن شاء الله ما تكون طويلة، لأنه فعلاً نحن الوقت ارتحلنا به والوقت بركض وما عزوا نحن ما التزمنا بالوقت، لكن سامحونا. في الحقيقة عندما نتحدث أو نتكلم، أنا برضو أشكر كثير من الناس الذين وقفوا معي، وكثيراً من الناس الذين هددوني بأن لا أجيب اسمهم نهائياً، تهديد عملوا معي عملا كبيرا جدا جدا. فأنا مضطر أني ما أقول لأنه حذروني، عملوا معي أعمال كثيرة ودعموني، وأنا احترمت وجهة نظرهم وسكتت وأمري لله. معلش الخواف رب عياله، وأنا عايز رب عيالي. الشكر لله سبحانه وتعالى على أننا نجحنا، وأبشركم بأننا نجحنا، وأبشركم بأن حضوركم معنا يعني نجاحنا. نجاحنا الأول حضوركم معنا. حقيقة أنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر طبعا لكم أنتم كثير جدا جدا. أشكر أعضاء النخب والذين أبلوا بلاء حسنا. أشكر أخوي اللمين سليمان والرجل الذي وقف معي ولم يقصر، وأقولها صراحة تحمل تعبي. كنا لما نشتعل في العمل أنا أخص عليه، فلكن هو رجل قلب رحيم فتحملني، وأنا يعني باستحلفه أمام هؤلاء الناس أن يحفو على كل قسوة عليه. الشكر والترحم قبل الشكر على روح المغفور له المشير عبد الرحمن سوار الذهب. هذا الرجل يستحق منظومة لحاله، ربنا يرحمه. الشكر لأخت وقفت معنا في هذه المنظومة، يمكن يعني حتى أخونا اللمين اللي هو يعتبر يعني رفيق الدرب لنا قد يتفاجأ، وقفت وطبعت وتابعت. وأنا لا أقلل أبدا من أي عمل لأي إنسان، وأعتبر الذي يطعمنا بالشاي والقهوة هو له دور. الشكر للأستاذة هالة محمد نور، طبعت نسقت تابعت تحملت كثير في هذا العمل. الشكر لكل من دعمنا بأعمال كثيرة. يقف الملتقى الثقافي السوداني سدا منيعا وجسرا قويا لنا، لهم منا الشكر. ها
هذا الملتقى الذي دخلنا أن نشارك فيه، ولكن شارك فينا، دخلنا أن نتعلم أو نعلم فعلمنا. أنا كنت سعيد جدا بدخولي لهذا الملتقى، والذي أتمنى أن يظل شامخا قويا، لأنه تعلمنا منه الكثير. الأستاذة عوضية مدحتني كثيرا ونسيت شيء مهم جدا، أنا لا أقوى على المدح الكثير، لا أقوى، أعترف غلط، لها الشكر والتقدير. القنصلية السفارة السودانية، القنصلية السودانية هي بيتنا الذي لا نستطيع أن نتخلى عنه، شكر بلا حدود. النادي السوداني مظلة الخير والعطاء، وكل ما بكينا جفف دموعنا، له الشكر والتقدير. مركز أفق السلام والأستاذة دكتورة تقريد هي رئيسة ومؤسس ومدير عام. أنا ما عارف، قالت لي أنتوا السودانيين كاتبيني كل مناسباتكم أنا لازم أحضرها وأعيشها، لها الشكر والتقدير. وأحب أني أوضح لكم شيء مهم، دكتورة تقريد تحترم السودانيين، لها الشكر والتقدير. ويعني في آخر تكريم لهديل، هي والدكتورة فاطمة الزرعوني ذهبوا إلى أبو ظبي وشاركوا معنا في تكريم هديل. وعندما صارحتها بهذا عندما صارحتها بهذا المحاضرة وافقت وأتت مصطحبة معها ابنها زائد، ربنا يحفظه، والدكتورة عوضية، الدكتورة فاطمة، لها الشكر والتقدير. حقيقة قبل أن أبارح، أنا متأكد، يسامحوني ما لم يذكروا، ولكن كلكم أنتم داعمي هذا الملتقى. وطبعا بروفيسور أحمد التجاني، رجل يعني استحبنا إرشادا ودعما وتعزيزا، فكفاية أنه اسمه أحمد التجاني، له الشكر والتقدير. دكتور عبد الرحمن سليمان أتى من أبو ظبي وعقيلته، ويا جماعة أنا ما عايز أتكلم عن المرأة كثير، أنا قلت عقيلته ليش؟ لأنني على يقين علمني سيدي محمد الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ماذا قال في المرأة. زارنا في جمعية النهضة النسائية 2007 وقال المرأة روح المكان ومكان الروح. قصدت أقول عقيلته، لأننا لا نسمع ولا نرتقي بدون المرأة، له الشكر والتقدير، وكل منا عليه أن يحافظ على عقيلته. وحيقول أبو بكر بيخاف من مرته، وأنا بخاف من مرتي، أقولها صراحة. أشكر لكم جميعا، أحب حقيقة أن أقول كلمة حببت أن تكون أو ارتعيت أن تكون خاتمة حديثي، وسامحوني في الإطالة، النخب حديث طويل يا جماعة، حديث طويل جدا، ولكن أبشركم بالموافقات المبدئية لمركز محمد بن راشد للدراسات الاستراتيجية والبحوث بالخرطوم. هذا المركز نحن 7-8 سنين أنا وأخوي أمين بنركض للخرطوم، والحمد لله طلعت الموافقات المبدئية. هذا المركز حيقود قاطرة النخب السودانية، نحن عايزين نشتغل سرو دراسات استراتيجية دقيقة، وصراحة حنصطحب معنا تفكيرا وإبداعا وتنظيما مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحوث. والشكر والتقدير لجمال بن سند السويدي مدير عام هذا المركز، والذي لم يقصر معنا في أي شيء بالنسبة للمعلومات. هذا المركز إن شاء الله حيفتتح في الاستقلال القادم. أخواني أخواتي، الحديث عن النخب كثير، أنا بتمنى أن تسامحوني، والشكر والتقدير للأخوات الفاضلات
وعلى هذه المشاركة والإخوة، وندوة دبي للثقافة والعلوم والتي لم تتوانى معنا. أشكر لكم كلكم، وأتمنى أن يعني نأخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة كأسئلة ونجاوب عليها، وأبشركم الشهر القادم إن شاء الله حيكون في يعني إن شاء الله برضو ندوة والنخب مستمرة، وبكم نسمو ونرتقي. وأتمنى أن يكون شعارنا دائما هالة من نور تحلق في فضاءات ودنا الإنساني. نحن عايزين نكون كلنا هالة وقبس من نور تحلق في فضاءات ودنا الإنساني. لكم الشكر، لكم التقدير. الدكتورة تغريد بترفع إيد اليمنى واليسرى، فعايز اليمنى واليسرى يا دكتورة، اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. لك سؤال، تفضلي. مداخلة، اتفضلي. أجيك ولا تجيني؟ طيب اتفضلي. أشكرك دكتور، يعطيك العافية، أشكرك كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات من الجالية السودانية ومن الجاليات العربية الصديقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، السلام عليكم. أجد نفسي فخورة جدا أن أشارك في طرح الدكتور أبو بكر حسين، المستشار المتألق والخبير الذي دائما يفاجئنا بدرر المقترحات والآراء والأفكار، والذي نشهد له بالولاء التام لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ولشعب الإمارات ولحب الإمارات، نشهد له بذلك. وما هذه المبادرة، مبادرة محمد بن راشد في عيون النخب السودانية وغيرها، إلا شاهد على عصره، تميزه إلا شاهدا على عصر تميزه وحبه وولائه ووفائه لهذه الأرض. من هذا المنبر أعلن لكم مساندة مركز أفق السلام الدولي لهذا الطرح، دعما وتعزيزا للولاء وللانتماء لهذه الدولة، وتأكيدا للعالم أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي أضحيا مرجعية للتميز والأفكار. وأرجو التوسع في هذا العمل وهذا الطرح الجميل، وأتمنى السمو والارتقاء، ومن ثم أقترح لسيادتكم مزيدا من التلاقي وزيارة تعزيزية إلى السودان، مصطحبين معنا تجارب دبي والإمارات تعزيزا للاستدامة في السودان من خلال ملتقى أطلقت عليه الإمارات والسودان على خطى الاستدامة. وشكرا، يعطيكم العافية. شكرا دكتور. شكرا جزيلا للدكتورة تغريد، والدكتورة تغريد طبعا يعني ولاء وتقدير لنا كسودانيين صراحة يطول، شكرا لها. ونحن إن شاء الله حنعرض الموضوع على مجلس النخب، وأقول لك إن شاء الله وبإذن الله نكون يعني داعمين ومعززين كما أنت داعمة ومعزز لنا. دكتور عبد الرحمن سليمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أنا أهنيكم جميعا يعني على هذا النجاح وعلى الفكرة الصائبة. إذا يعني جاز لتلخيص هذه الجهود عبر السنين، وهي في الحقيقة جهود استراتيجية يعني، وكان فيها ذكاء استباقيا بدعوة المغفور له المرحوم سؤر الذهب الذي بارك هذه الفكرة
لإيمانه بأن هذا العمل له ما بعده. أنا إذا جاز لي أن أوصي الحديث عن المنظومة وتتبع النجاحات وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي دراسة حالة لعمل يستمر 50 سنة، هي يعني العمر العملي لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. فبالتالي هذا التتبع يعني يحتاج العلمية، يحتاج أن نشهد بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نقل التجربة الحكومية من الأداء التلقائي إلى الأداء عبر التخطيط. وكان في البداية الناس يستغربوا يعني كيف تلتزم الحكومة بنهج معين وبخطط استراتيجية وبقياسات وبمؤشرات أداء. بدأت المسألة في البداية غريبة. فأنا يعني في هذه المداخلة أوصي بتتبع هذه النجاحات، النجاحات التي ساهمت في إيجاد التحول الكبير يعني الذي أصبح له الآن يعني قياسات خارجية. لو تابعنا المنتدى الاقتصادي والتنافسية العالمية، الإمارات الأولى في سعة وكفاءة الطرق، الأولى في سعادة الإنسان، الأولى في كذا وكذا، هذه المسائل لم تكن يعني إلا يعني مخرجات لدراسات طويلة ولتحقيق تحول كبير. أيضا فيما يتعلق بالإنسان، الاهتمام بقيادات الصف الثاني وبالشباب على وجه التحديد، الانعكاسات الأخيرة التي تمت في يعني استئذار الشباب في وزارة الشباب، في التسامح في وزارة السعادة وما إلى ذلك، هذه هي المسائل التي ينبغي أن نوجه لها. أيضا نقل المعرفة، يعني الاعتراف بأن حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كان ناقلا عالميا للمعرفة، يعني إنسان بهذا الفكر أتاح كل هذه الإنجازات للإنسانية. ما دام أنه راح يتم افتتاح مركز للدراسات، فالتوصية بأنه إحنا نحدد الموضوعات ذات الأولوية، الموضوعات التي شكلت التحول، اللي حققت مزايا مضافة في وقت وجيز، نركز عليها، وإحنا جميعا جاهزين أيضا يتم مخاطبة جميع النخب واستصحاب التجارب السودانية التي تمت في الإمارات بالتآخي مع الإخوة في دولة الإمارات، كتجربة أخونا البروفيسور أحمد التياني المنصوري. نعم، هي صحيح ليست التجربة الوحيدة، في تجارب كثير ناجحة، ولكن التجربة الأكثر إيقاعاً ليس فقط في دولة الإمارات وإنما في الإقليم. أنا أحيي في هذه السانحة الأخ البروفيسور أحمد التياني. فبالتالي نركز على إنجازات النخب السودانية ونشكر أولياء الأمور في دولة الإمارات الذين أتاحوا يعني البيئة الملائمة لهذه النجاحات ولهذا الانطلاق. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن. دلوقتي عندنا مداخلة من دكتورة زويدة، هي عضو في مجلس المنظومة وجامعة الشارقة، لها مداخلة عملية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أقدم نفسي، دكتورة هويدة سعيد، اختصاصي التأهيل النفسي. صراحة دبي يعني كلنا استفدنا منها.
أنا شخصيا استفدت استفادة كبيرة جدا جدا من تجربة سمو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ونقلت الفكرة إلى مدينة الحبيبة عروس البحر الأحمر. صراحة أنا ولدت وتربيت ونشأت في منطقة تداخلت فيها اللهجات المحلية، يعني أنا من مدينة بورسودان، بورسودان تتعدد فيها القبائل، كل قبيلة لها لهجة خاصة. كان لذلك الأثر السلبي في لهجة الأطفال وفي اللغة العربية في مدينتنا. كافح المعلمين والمسؤولين في المدينة وما قصروا واجتهدوا، ولكن ظلت المشكلة هي الأكسنت أو اللهجة للأشخاص تتأثر باللهجات القبائل. فأنا استفدت من القراءة وتجربة القراءة والمكتبات المتوزعة جغرافيا في كل المناطق. صراحة أنا سنة 2005 بدأت رسالة الماجستير وتميت الماجستير وأنا أعمل وأعيش في دبي، ودكتورة وأنا أعمل وأعيش في دبي، وكنت صديقة لكل المكاتب الموجودة في الدولة. صراحة مدينة دبي يعني شبعتني بالقراءة ونقلت الفكرة كاملة إلى مدينة الحبيبة، وأنشأت مركز ثقافي باسم والدي سعيد، مركز سعيد زكي للدراسات الاستراتيجية والثقافة والعلوم، وركز ذلك على وجود مكتبة خيرية، مكتبة من جهد الخاص، يعني اشتريت الأرض وبنيت من جهد الخاص وعملت المكتبة لسكان المنطقة، لأن المنطقة اللي فيها الأرض اشتريتها قصدت إنه في منطقة يعني يتعذر في أبناء المنطقة الوصول للإنترنت والعولمة. وأنشأت المكتبة وتفتح تستفتح إن شاء الله، أنا افتتحها في شهر 6، وهي هدية للمنظومة، فأنا كفرد من أفراد منظومة سمو الشيخ محمد بن راشد في عيون النخب السودانية، فأنا بهدي وبسأل الدكتور يعني شو توجيهاته في العمل الآن يعني. شكرا للدكتورة على هذه المداخلة. أنا بتصور استعراض تجربة الدكتورة هي شاهد على العصر، تجربة فعلية، تجربة فعلية أخذت تجربة من دبي طبقتها في السودان، تجربة فعلية. فما عندي رأي غير أن أقول لك بركت خطواتك وإن شاء الله على خطى خطواتك تسير خطى. شكرا للتوفيق. البروفيسور أحمد التجاني له مداخلة فليتفضل. أنا ما حأخذ من وقتكم كثير لأنه الزمن وكيد أخر، وفي ناس زي ما قال دكتور أبو بكر جو من أماكن بعيدة. بشكر الدكتور أبو بكر وبشكر الأخ الأمين سليمان على هذا الجمع الرائع وعلى هذه المناسبة الرائعة. التقيت بسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد عام 1990 لما بدينا شركة الروابي للألبان، فأتذكر كلامه بالحرف الواحد، الكلام ده له 30 سنة دلوقت، قال لي أبقى شركة ألبان تكون أكبر شركة في العالم. وطبعا ده كان تحدي كبير جدا جدا. أول أمس زارنا وزير الصناعة الألماني في الروابي وقال بالحرف الواحد، ونقلتها أجهزة الإعلام، وكان في صحافة ألمانية ومحطتين تلفزيونات ألمانية، قال أنا لما جيت الأمارات ما كنت متوقع ألقى شيء متقدم أكثر من ألمانيا، لكن لما جيت شركة الروابي لقيت ما عندنا شركة بالضاه شركة الروابي للألبان. فتذكرت كلمة سمو الشيخ محمد بن راشد إنه عايزة تكون أكبر شركة في العالم، ودي شهادة من دولة متقدمة ودولة بالذات في مجال الألبان والإنتاج الحيواني من الدول اللي يشار لها بالبنان. ما عايز أخذ من وقتكم الكثير، لكن سألني الدكتور أبو بكر هل ممكن التجربة دي يمكن نقلها للسودان؟ بالتأكيد ممكن نقلها للسودان، والسودان يسخر بأراضي واسعة وشاسعة وأراضي خصبة وأيدي عاملة رخيصة ومياه متوفرة، وبالتالي يمكن نقل التجربة. شركة الروابي يعني مما قامت بابتكارات، يعني ما كنا
زي الشركات الثانية تقليديين. دلوقتي شركة الروابي للألبان بتطور في منتجات وظيفية في العالم كله، ما في شركة بتقدمها للمستهلكين بتاعنا. شغالين احنا مع مركز بتاع أبحاث في فنلندا، شركة اسمها مركز الأبحاث اسمه نيو سمارت. المركز ده بيعمل في بحوث لإطالة عمر البشرية ل 150 سنة. مش 150 سنة بس، 150 سنة الإنسان يكون منتج. وأنا لما زرت المركز ده، الناس اللي لقيتهم هناك أنا متأكد بحصلوا 150 سنة بإذن الله تعالى. لأنه لقيت ناس عمرهم 90 سنة وكانوا معضلين وماشيين بسرعة وما عندهم كروش، يعني حكاية تستغرب لها 90 و95 سنة. فالمركز بيعمل شنو؟ المركز بيطور منتجات وظيفية بسموها functional products، والمستقبل بتاع المنتجات الوظيفية هي اللي ممكن تزيد في عمر الإنسان وتقيه من الأمراض اللي بتقلل من عمره، يعني مثلا أمراض القلب، أمراض الشرايين، الأوبيسيتي، زيادة الوزن، ضغط الدم، السكري. هذه المنتجات بتعالج هذه المشاكل. نحن اجتهدنا مع وزارة الصحة وتعرفنا على المشاكل الموجودة في دولة الإمارات، ودخلنا منتجات بالتعاون مع مركز نيو سمارت. دخلنا مثلا منتج النيوتري بوست، هو منتج رائع جدا، 200 ملي جرام بتقي عن وجبة الإفطار، بديل لوجبة الإفطار. مشكلة الثانية نقص فيتامين دي. نقص فيتامين دي في الإمارات 70% أو 80% من السكان بيعانوا من نقص فيتامين دي. أدخلنا حليب فيتامين دي ودلوقتي متوفر في الأسواق، سوبر ميلك، وشغالين دلوقتي في منتج لتخفيض الوزن 5% كل شهر، في منتج تاني لمرضى السكري، منتج آخر لضغط الدم. نقل التجربة للسودان، أنا حسبتها حساب يعني بالتقريب كده، لو نفس المشروع ده أقيمناه في السودان وبنفس المستوى ونشرنا التجربة دي في بقاع السودان مختلفة، السودان مدخول من الألبان واللحوم فقط بتاعت الأبقار فقط 125 مليار دولار في السنة. نحن دلوقتي أنشأنا شركة اسمها شركة الخبراء للتجارة والاستثمار، ويسرني ويشرفني أنه في الجلسة دي فيها ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، شركة قامت، وإن شاء الله أنا حقدم تنوير عنها في النادي السوداني عما قريب بإذن الله تعالى. الشركة بتهدف لنقل التجربة، نقل تجربة الروابي للألبان للسودان، وتكون في بقاع السودان المختلفة وتكون في الولايات المختلفة بإذن الله تعالى. قدمنا مشروع لليو ان دي بي، المشروع غالبا يتم الموافقة عليه لاستتباب الأمن في غرب السودان بنفس نقل التجربة، بحيث أنه القبائل اللي بتتقاتل في أفريقيا كلها وخاصة في غرب السودان بيتقاتل من أجل الأبقار، لأنه الأبقار في موسم الجفاف بتمشي في مناطق خضراء بدون ما يكون الأراضي تبعهم أو ما تبعهم، ويحصل قتال بين الناس. فالفكرة اللي قدمناها أنه ما يكون الأبقار دي ما تطلع من مكانها، يعني تكون قاعدة بس في أماكنها ويتم تعليفها في أماكنها. وما عايز أطيل عليكم، أشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله نتكلم عن الموضوع ده أكثر في النادي السوداني عما قريب. شكرا جزيلا. شكرا بروفيسور أحمد التجاني على هذا الإطراء ونقل الأفكار، وأنه أفتكر يعني أدلى بحقائق جدا هامة ومبشرة، وبأنه نحن فعلا محمد بن راشد في عيون النخبة السودانية. نحن فعلا محمد بن راشد في عيون النخبة السودانية. حقيقة يا جماعة في فقرة التكريم، هل هناك أي سؤال آخر؟ هل هناك أي سؤال آخر؟ نكتفي
بهذه الأسئلة، والشكر الجزيل لهذا الحضور. هناك فقرة تكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر الجزيل والتحية والتقدير والتجلل والاحترام لهذا الحضور الكريم، ولا نجد الكلمات التي توفيكم قدركم. وإن شاء الله بإذن الله تعالى هذه المنظومة سوف تكون أو تقدم يعني خيرا عميما لهذا الوطن العزيز السودان. تحية لكم مرة أخرى. أنا حأطلب منك أنت شخصيا سعادة المستشار والدكتور أبو بكر البقاء، وأطلب من الدكتورة عوضية بالتكرم، هي لمسة الوفاء وإهداء وإرفان للناس اللي ساهموا في إنجاح هذا الملتقى، على أمل أن تستمر الملتقيات إلى أن نرى هذا الحلم واقع ملموس. كان هذا الملتقى وهذه الندوة بالتعاون مع النادي الاجتماعي السوداني بدبي، فليتفضل الأستاذ علي عبد الكريم كلمسة إهداء منا له وعرفان. الذين لم يظنوا علينا بكرمهم السادة ندوة دبي للثقافة والإعلام، سيد مدير العام للندوة السيد بلال البدور، هو تغيب عنا لظرف طارئ، ولكن من يرضى عنه. أيضا نتقدم بالشكر والإرفان لهذا النفس السوداني الخالص الطيب سلوى عبد الرحمن تراث، إحدى تملكات بلادي حيثما وجدت، وجد التراث السوداني الأصيل ونكهة البن المختلفة. ممثلة في رئيسها ومديرها الذي لم يبخل أبداً بتغطية كل الفعاليات السودانية الدكتور مصباح، إهداء أيضاً وشكر لقناة الرواد الفضائية. أو من ينوب عن الدكتور أيضاً الصادق تمام سمارت ميديا، لهم منا الشكر والإهداء والتحية. أخيراً ليس آخراً الإهداء والشكر للدكتور أحمد التجاني المنصوري. أسكنتم عصبي موازين التناغم.